السلام عليكم، انا زميلكم سمية من تيم اور كورس. دلوقتي ان شاء الله هبدا اشرح المحاضره الاولى، محاضرات البارا بعنوان بارازيتس افكتنج لونج. دلوقتي المحاضره الاولى بتتكلم على بعض البارازيت اللي بتبدا تاثر على اللونج. هنبدا نتكلم على اتنين منهم بشيء من التفصيل شويتين، اما الباقي هنبدا نتكلم عليهم كاسماء فقط. اول بارازيت هنبدا نتكلم عنها هي نوع من التريماتويد، يعني ان هي الديدان المفلطحه، سميناها عباره على بارا جينوميا سوبسونيا. هنبدأ نتكلم عنها. تاني بارازيت هنبدأ نتكلم عنها هي نوع من الإرث برود، يعني هي عبارة عن الحشرات، يعني سميناها درما فاجودايس. تمام، يعني هتلاقي بارازيت كتير كده في الأول عندك، فبالتالي هنبدأ ناخد منها التريماتود، منهم هناخد منها البارجينومياس اللي الاسم المرض بتاعها هنجيب من اسم البارازيت ذات نفسها، هنحط عليها او اس اي اس او اي اس اي اس، سميناها بارجينومياس فنسميها بارجينومياسيس. تمام. وتاني بارازيت هنبدأ نتكلم عنها من أنواع الإرث برود، سميناها درما فاجودايس، هتسبب حاجة اسمها هاوس داست الرجي. واحنا ماشيين دلوقتي هنبدأ نتكلم ليه سميناها الاسم ده. اول بارازيت هنبدأ نتكلم عليها ان شاء الله حاجة تسمى بارا جينوميا سويسترنيا. يعني ايه بارا؟ يعني ان هو على الجنبين، وجينوميس يعني جينيتاليا اللي هو عبارة عن الجهاز التناسلي بتاعها موجود على الجنبين، وويسترنيا لان هنعرف دلوقتي ان هذه البارازيت اشهر مكان موجودة فيه هو عبارة على جنوب شرق اسيا. سميناها اسم تاني حاجه اسمها لونج فلاك. ليه يا عم سميناها الاسم ده؟ لان هذه البارازيت من اشهر البارازيت اللي عندنا بتبدا ان هو تصيب اللونج. تمام كده؟ قالك تمام. هنبدا نتكلم دلوقتي على هذه البارازيت في صوره هيستوري بحيث انها تفهمها وتحفظها وين احنا بنتكلم دلوقتي ان شاء الله. دلوقتي وليكن مثلا تخيل كده ان انت خلاص بقى خلصت 7 سنين ودلوقتي تخصصت مثلا دكتور صدريه، وفي يوم من الايام دخل عليك مريض، والمريض ده كان ياباني، بدا ان هو يشتكي من بعض الاعراض. ايه هي الاعراض اللي بيشتكي منها؟ قال لك يا دكتور انا دلوقتي بكح كتير، يقعد يكح كتير كتير. بقى ماشي، قعد بقى الدكتور يفكر كحه كتير، يعني كده الشخص ده عنده مشكله فين؟ في اللونج. تمام. قال لك بقى بكحه كتير ده يا سيدي ايه يعني، ايه مشكله الكحه دي؟ قال لك لا دي مش مجرد كحه وخلاص يا دكتور، ده كان الكحه معاها دم. الدكتور وقف في ثانيه كده، كحه ومعها دم؟ قال لك اه. فبالتالي معنى كده كحه يعني فيها سبيوتم، سبيوتم ده يا سيدي ده معنى كده المشكله فين؟ في اللور ريسبيتوري تاكت، صح كده؟ قال لك تمام. ومعها دم يعني كده انا دمرت جزء من اللنج او البرونكاي، صح؟ قال لك ماشي. فبالتالي قال لك ماشي بنات، بس عاوز اعرف ايه سبب التدمير ده، ليه انا ايه جزء ايه الحاجه اللي دمرت هذا اللنج او البرونكاي. فبدا يطلب منه بعض التحاليل بحيث ان هو يشوف بقى ايه هي سببها. اول حاجه قال له باب خلاص اعمل لي دلوقتي تحليل للاسبيوتم بتاعك ده يا سيدي، عاوز اعرف ايه هي السبب بتاعتها. فلما عمل التحليل بتاعها لقى حاجه غريبه، لقى عباره عن بيضه لبارازيت معينه. لك ماشي، معنى بيضه لبارازيت معينه يعني ان هي كده الجهاز المناعي لما شاف هذه البيضه عمل ايه بقى دلوقتي؟ عمل جلوها عمل ليها اللي هو عباره عن انفلاماتوري اكشن، صح كده؟ لا تمام. فمعنى اللي هو عمل انفلاماتوري اكشن ممكن من ضمن هذه الانفلاماتوري اكشن اللي هو عباره عن انتي بودي. فانا دلوقتي انا عاوز اعرف ايه هي نوع البارازيت دي. فقعد يفكر شويتين فقال لك خلاص اول حاجه نعمل لها ايه؟ اول حاجه في طبعا هنعمل حاجه اسمها سيرولوجي، يعني ايه؟ ببدا ان انا اسحب الانتي بودي بتاع ده، عاوز اعرف هو اي نوع منها. واحنا اتكلمنا ازاي بنعمله ماء الى زائد في الميكرو، فبالتالي مش هنستفيد فيه. تاني حاجه عندي قال لك ايه؟ طب ماشي، معنى كده ان انت دلوقتي يا سيدي عندك البارازيت، معنى كده عملت خلايا انفلاميشن، وطبعا اي خلايا انفلاميشن بتطلع حاجه اسمها انفلاميشن فلويد او بنسميها افيوجن فلويد. فخلاص هعمل مسحه لهذا الافيوجن فلويد او اعمل حاجه اسمها لونج بايوبسي بحيث اعرف ايه هي نوع البارازيت دي. وكمان قال لك ماشي، طب انت دلوقتي بتقول لي طلع معاها دم، معنى كده طلع معاها دم يعني جزء من البرونكاي او اللونج اتدمر، فبالتالي هعمل ايه علشان اتاكد اكتر؟ خلاص هعمل حاجه اسمها شيست اكس راي بحيث اعرف ايه هي الجزء اللي اتدمر. فبالتالي بعد عمل التحاليل دي كلها بدا يشك اكتر في البارازيت اللي احنا بنتكلم عنها ديت، سميناها باراجينوميس سويسترنيا. طب عشان يتاكد وخلاص بقى خلاص عشان نختبر الدواء وعشان الشخص ده يتعالج، قال لك بدا ان هو ياخد بعض الهيستوري بتاعته. قال له سأله بقى يا عم باب ايه هي الاعراض دي ظهرت امتى؟ باب انت بتعمل ايه؟ بتاكل ايه؟ باب ايه اللي حصل لك وما الى ذلك؟ فاكتشف الدكتور وهو بيتكلم معاه ان الشخص ده بياكل اسماك مش مستويه، بالذات حاجه اسمها ان هو عباره عن ايه؟ سلطعون مش مستوي. خلاص كده انا اتاكدت انت عندك ايه؟ هديك دلوقتي الدواء، فبالتالي دلوقتي هتبدا تمشي عليه شويه، هتموت هذا البرازات وكل الاعراض اللي عندك دي هتختفي يا سيدي. فبالتالي ايه اللي اتكلمت عنه ده كله يا سيدي؟ قال لك من خلال القصه اللي لسه قايلها دي من شويه كده، انا قلت لك اصلا البرازات دي كل حاجه عندنا. اول حاجه عندنا يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم ان الشخص ده يا عم لما عمل تحاليل قال لك عمل ايه؟ قال لك لما عمل تحاليل لقى حاجه غريبه قوي، لقى البارازيت ديت عامله شبه حبه القهوه بالظبط كده، يعني دي البارازيت اللي شافها في التحاليل اللي عمال يعملها. قال لك شبه مين؟ شبه حبه القهوه بالظبط اهي. تمام. احنا دلوقتي قلنا انه كان بياكل ايه؟ بياكل سلطعون عامل زي مستر سلطه بالظبط كده، كان بياكل مستر سلطه.
قالك طب ماشي يا سيدي، الشخص ده ازاي اصيب بهذه البرازيت؟ قالك ماشي، واحده واحده كده يا سيدي. انت اول حاجه انت قلت لي دلوقتي انت اكلت مستر سلطه صح كده؟ قالك اه، وقلت لي ان هو اكلته وهو ني مش مستوي. ماشي، بعد ما اكل هذا الشخص هذه المستر سلطه قالك عمل ايه عم بقى؟ قالك ان البرازيت كانت موجوده فيه، فالبرازيت اللي كانت موجوده فيه ونتيجه ان هو ما سواهاش ليه يا عم؟ يعني ايه موضوع الحته ان هو مش ما سواهاش اللي عم تاكل اللي على دي؟ قالك لانك دلوقتي لو سويت الاكل فبالتالي دلوقتي هذه البرازيت هتموت، يعني ان هي بتتاثر بالحراره. ماشي، انت دلوقتي قلت لي الشخص ده كان هذا سرطعون، بعد ما اكله نزل الانتستين بتاعته. قالك ان هو البتاع دي زي ما احنا عارفين طبعا ان البرازيت عامله زي الانسان، يعني زي لها بتحب تعيش في مكان معين بنسميها هابيتات، يعني ايه؟ يعني مش اي مكان كده تروح له وخلاص، لا هي بتحب بترتاح في مكان معين. فهذه البرازيت بترتاح فين؟ بترتاح في اللونج يا سيدي. فاول ما تروح للونج طبعا هيبدا الخلايا المناعيه تبدا تحاربها، فتعمل حواليها كده سيست يا سيدي، وتحط خلايا فيبروس حواليها، فتعمل حاجه اسمها فيبروتيك ايه سيست حواليها. تمام، وبعدين قالك وبعدين يا سيدي النتيجه طبعا يا سيدي هي طبعا ايه، هتبدا طبعا تدينا الادر ديت، هتدينا ايج، فالايج طبعا عشان تتحرر وما الى ذلك هتفجر هذا السيست، فبالتالي هيبدا يخرج في هذا الاسبيوتوم، فعشان كده ده كان السبب ان هو بيكح كتير. وطبعا ان هذه البرازيت مش هتقعد كده وخلاص، هتدمر الحاجات اللي حواليها، فعشان كده الاسبيوتوم ده كان معاه دم. تمام، قالك تمام. هنبدا نتكلم بقى يا عم، هو ما عندناش اللايف سايكل قوي، بس هنبدا نتكلم عليها عشان نتكلم ايه هي نوع الاستاج لاصابه الانسان وما الى ذلك، هي بس اللي عاوزينها من اللايف ستيج دي بس خلاص. دلوقتي وليكن انسان دلوقتي طبعا كلها، فاكيد تبقى في جزء منها في الانتستين، فيخرجوا فين؟ هيخرجوا في الاسطول بتاعته سين، هيخرج ايه؟ هيخرج الايج بتاعته. ماشي، فلما يخرج دلوقتي ان هذا الانسان، بسم الله الرحمن الرحيم، لما الانسان ده يبدا ان هو يخرج الايج، بسم الله يعني كده ماشي، لما يخرج الايج يا سيدي هتبدا تنزل، مثلا وليكن الشخص ده عمل ديفيكيشن مثلا في الووتر، مثلا في الترعه او ما الى ذلك يعني، فبالتالي الايج دي هتبدا ان هي مش هترتاح للظروف اللي هي حواليها دي، فتتحول لحاجه اسمها ميراسيديوم. تمام، بعد ما تحولت لميراسيديوم قال لك لا انا بحب ارتاح في مكان معين. ايه هو المكان بتاعتك يا ميراسيديوم؟ قال لك انا بحب الاسنان اللي هو عباره عن القوقعات او الحلزون يعني. تمام، قال لك تمام. هتبدا تنقسم داخل هذا الاسنان الى كذا ستيج، يعني اول حاجه ان هذا الميراسيديوم تحول سبوروسايت ريديا سيركري. انا دلوقتي كله ده ما يهمنيش، يهمني شويه ان عندي السيركري دي تروح فين بقى؟ قال لك لا، السيركري دي مش بتحب الاسنان تعيش فيها، امال بتحب ايه؟ بتحب السرطعون اللي هو مستر سلطه، فبالتالي هتبدا تروح لمستر سلطه تعيش فيه. فالانسان فالانسان يبدا ياكل دلوقتي مستر سلطه، طبعا ان هذا السيركري تحول حاجه اسمها ميتا سيركري. ملخص الحوار ده كله، انا ليه بقول لك ده كله؟ عشان اقول لك يا سيدي ان الدايجنوستيك ستيج بتاعتنا هو عباره عن الايج، وطبعا الايج دي يعني حاجه مش ناضجه، فبالتالي بنسميها ان امبروتد ايج. تمام كده، قالك تمام. ودلوقتي الانسان اصاب بايه؟ قالك اصاب نتيجه ان هو كل هذا السرطان غير مستوي، فبالتالي هو كل ايه عم بقى؟ كل حاجه اسمها ميراسيديوم، والميراسيديوم دي بيكون فيه سيست، يعني متحوطه حواليها كده بغلاف او مستغطيه بطانيه كده سميناها سيست، فسميناها ان سيست ميراسيديوم. وكده تقريبا انا خلصت لك كل حاجه عن هذه البروفايل، يعني دلوقتي انا هقرا لك الداتا بس وخلاص، انت الحمد لله فهمتها. انت دلوقتي قلت لي ايه عم بقى؟ اول حاجه قلت لك ان هذه البروفايل الشخص ده كان ايه؟ شخص ياباني. قلت لك دلوقتي ان هي ويسترن، يعني هي دلوقتي هذا الشخص عايش في جنوب شرق اسيا، فبالتالي ان هي مشهوره اكتر لفين يا عم بقى؟ في ساوث ايست يا سيدي اللي هو اسيا او اليابان. تمام، قلت لك ان هذه البروفايل بيكون مبططه او من نوع حاجه اسمها تريماتويد او حاجه سميناها ايه عم بقى؟ قال لك الحته دي مهمه جدا لانها موضوع ام سي كيو. ايه هي البروفايل اللي هي بيكون على شكلها كوفي بين شيب؟ قال لك اللي سميناها بارجنوميس وسترنيا. تمام يا سيدي، هي شبه ايه؟ شبه حبه القهوه بالظبط كده. ولسه قايلين من شويه الانفكتيف ستيج وما الى ذلك، هقراها معاك يا سيدي، انت خلاص حفظتها اصلا. الانفكتيف ستيج ايه هي اللي صاب الانسان؟ قلت لي ان هذه البرازايت اللي كانت موجوده داخل السرطان اللي انت قلت لي اسمها انسيستد ميراسيديوم، اللي هي كانت ايه؟ مستغطيه البطانيه، ميراسيديوم المستغطيه البطانيه. طب هو اصاب بها ازاي؟ عن طريق ان هو اكل ان هذا الكريبس، بنسميها كريبس اللي هو السرطان ده، بنسميه كريبس او بنسميه كرايفيش ماشي، وكان موجود جواه ايه عم بقى؟ هذا الميراسيديوم، وكان غير مستوي. تمام، طب الدايجنوستيك ستيج انا شخصته ازاي؟ عن طريق هذه الايج، لكن بنسميها ان ان امبروتد ايج. ماشي، طب هو اصلا لما دخل دلوقتي هنبدا نقول بقى هو الشخص ده كان جاي لي بايه؟ هو دلوقتي لما هذه البرازيت دخلت اللونج، طبعا الجهاز المناعي يبدا ان هو يحاربها، فيحول حاجه اسمها فايبروتيك سيست. فايبروتيك سيست ان هو الجهاز المناعي ماشي ايه؟ ماشي بمبدا معين، اللي ما عرفش اقتله هحاصره او مثلا ايه احبسه. فهو ان الجهاز المناعي ما عرفش اللي هو يموتها، فعمل ايه؟ اما عمل حواليها سيست كده يا سيدي، فان هو عمل ايه؟ اكنه هو حاصرها من كل اتجاه كده، فعن طريق خلايا فايبروسيس فسميناها فايبروسيس سيست. قال لك ان ممكن عن طريق ان هذا الادلت
ادينا ايج كتير، فبالتالي نتيجه الايج كتير ده قام فجر هذا السيست، فبالتالي عشان كده الايج ده كان خرج في الاسبيوتم في حاجه اسمها ايج ابير ان اسبيوتم، تمام. فبالتالي بقول لك يا عم بقى بارازيت ممكن يكون معها بص او ممكن ما يكونش معها بص، يعني ممكن يكون سبريتيف يعني معها بص او ممكن يكون ايه نون سبريتيف. وهنا الشخص ده كان جاي لي بايه؟ قال لك الشخص ده كان جاي لي ان هو بيكح كتير، بيكح كتير، ولسه قايل من شويه ان هذا الجهاز المناعي ما عرفش يحاربه، معنى كده ان هو حصره، يعني معنى كده ان هو مش حاله اكيوت، يعني كده حاله ايه كرونيك، يعني الشخص ده كان جاي لي بايه يا عم بقى كرونيك كف. وبعدين قال لك انت قلت لي دلوقتي ان كان الكحه معاها دم، فسمينا البتاع دي يا عم بقى انديميك هيموفوتايسيس، يعني ايه بيكح دم؟ انديميك لان البتاع دي انديميك في منطقه معينه اللي هو اليابان واسيا وما الى ذلك، ماشي؟ يعني اهم حاجه في الكلينيكا نعرف ان الشخص ده عنده كرونيك كف مع يعني بقى كان البلغه معاه كان معاه دم، سميناها انديميك هيموفوتايسيس، تمام. طب انا شخصته ازاي؟ قلت لي انت لسه قايل من شويه، اول حاجه الايج دي كانت موجوده فين؟ في الاسبيوتم. قلت لي دلوقتي ان الشخص ده ابتلع، فبالتالي ممكن يكون جزء من هذا الايج موجود فين؟ موجود في الانتستين، فبالتالي هيبدا يخرج مع مين؟ مع الاسطول. فبالتالي لما يخرج مع الاسطول يسيب بالشكل ده ممكن اعمل دلوقتي تشخيص ليها، فبالتالي لما اشوفها اشوف فيها الايج معنى كده ان الشخص ده عنده هذا البارازايت. فالايج ده هشوفها في الاسبيوتم، اشوفها في الاسطول، او مثلا اخد اللي هو الفلود اللي خارج من الجهاز المناعي سميناه فيجن فلود، او اعمل لانج بايوبسي، او مثلا ان الشخص ده بسم الله الرحمن الرحيم قال لك اشوف الانتي بودي بتاعته اعمل سيرولوجي، او مثلا اشوف الجزء اللي اتدمر هعمل هذا الشيست اكس راي. واحنا الحمد لله فهمنا ايه هي الكلام ده كله يا سيدي، احنا لسه بنحكي الاستوري في الاول، تمام. والتريتمنت بقى انا خلاص يا سيدي عرفت ان الشخص ده عنده هذا البرازيت، اعالجه ازاي؟ هديله دواء سميناه براي برازينج زيكونتال، يعني عذرا يعني عن النطق برازيكونتال ياسين، ده هو دراجو في الشيس. وطبعا طبعا طبعا نقطه ام سي كيو جامد ياسين باب، ماشي. انا دلوقتي عاوز احمي هذا الشخص من هذا البرازيت اعمل ايه؟ قال لك اول حاجه يا سيدي ما تسوي السرطان يا سيدي وبعدين كله زي ما انت عاوز تاكله. فاول حاجه ايه يعني بقى؟ قال لك اديله تعليمات كده صحيه يا سيدي، يعمل حاجه اسمها هيلث اديوكيشن. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انت هتاكل دلوقتي سرطان سويه كويس مثلا بحيث انه تقتل هذا البرازيت، مثلا يا سيدي اللي هو ايه اللي ما يعملش لو الشخص ده مصيب بهذا البرازيت ما يعملش مثلا ديفيكيشن في الووتر بحيث ما تنتقلش لشخص اخر، لو في مجموعه من الناس عندهم هذا البرازيت فبالتالي ابدا اعالجهم بنسميها ماس تريتمنت وهكذا بقى يا سيدي. يعني اهم حاجه في البتاع اللي هو البرازيت دي اول حاجه عندنا اللي هو التريتمنت بتاعتنا، تاني حاجه عندنا ايه هي الكلينيكال مانيفيستاشن بتاعت ايه الاعراض بتاعتها اللي هي كرونيك كف وهذا الهيموفيتايسيس بنسميها انديميك هيموفيتايسيس، وطبعا انفكتيف ستيج ودايجنوستيك ستيج وما الى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما خلصنا اول برازيت عندنا دعنا ناخذ جزء من الاستراحه ونذكر لكم احد الاحاديث الشريفه لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. في احد الاحاديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. يعني مجرد ذكر بسيط جدا سبحان الله وبحمده، يعني تقريبا مش هناخد مننا حوالي ربع ساعه تحط خطايا يعني تغفر لنا كل ذنوبنا وحتى لو كانت كثيره، يعني حتى له تعبير مثل زبد البحر، حتى هنا كمان مفسره زبد البحر هي الرغوه التي تكون فوق ماء البحر، يعني تدل على مدى مغفره الله وسعه رحمته. فاذكر نفسي واياكم ان نذكر الله وحوالي ربع ساعه بس من اليوم بتاعنا نقول فيه سبحان الله وبحمده. ندخل في تاني نوع من البرازيت عندنا اللي سميناها دراما فاجودايتس. يعني ايه دراما فاجودايتس؟ دراما يعني ان هو درمس، احنا عارفين طبعا الاسكن بيتكون من ابيدرمس ودرمس وما الى ذلك، فبالتالي هي درمس سيسيم. فاجودايتس يعني بتقوم بحاجه اسمها فاجوسايتوسيس، يعني ان هي بتبدا تبتلع الدرمس ده. قال لك تمام. قال لك البرازيت دي يا سيدي او الارث برود دي عاوزين نسكنها بكده ان هي سترونج اندمنتد وومن قوي. يعني ازاي؟ قال لك ان هي مش بتعتمد على حد بشكل كلي، لا هي عايشه كده حره، عايشه كده لوحدها، بتتغذى على بقايا الاشياء قدامها. يعني ازاي؟ يعني بتتغذى على مثلا ضفر الانسان، مثلا بتتغذى على شعر الانسان، مثلا وليكن مثلا الصوف او مثلا الريش بتاع مثلا وليكن فرخه وما الى ذلك، تمام؟ قال لك تمام. فركز جدا جدا في حته ان هي سترونج اندمنتد وومن. اول حاجه عندنا هنبدا نتكلم على البرازيت دي في شكل هيستوريسيم. وليكن مثلا نتخيل ان ده الطبيب، ماشي؟ يعني عذرا يعني عن الصوره، بس نتخيل مثلا ده الطبيب ودي المريضه اللي عندنا. فالمريضه انت قاعد دلوقتي في يوم من الايام كده قاعد في العياده بتاعتك، دخلت عليك مريضه معينه بتشتكي من بعض الاعراض. ايه هي الاعراض اللي بتشتكي منها؟ اول حاجه بتقول لك يا دكتور انا كل ما اجي امص او مثلا نفض السجاد او مثلا اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم نفض السجاد او نفض الستار وما الى ذلك اقعد اكح
كحه كحه جامد يا دكتور. وفي حالات معينه ببدا ان هو ساعات ان هو مش بقدر اخد نفسي اصلا. فبالتالي الدكتور قعد يسالها بقى بعد الاسئله، يعني انت دلوقتي يا ست الكل انت الاعراض بتاعتك بتظهر بس لما تيجي تكنسي او مثلا بتيجي تنفضي؟ قالت له اه. طب يا ست الكل انت بيتك فين؟ قالت له مثلا في منطقه ساحليه مثلا، يعني منطقة فيها رطوبة، يعني قصدي من الحتة دي منطقة فيها رطوبة. طب تمام. قعد بقى اللي هو الدكتور بقى يفسر طب ايه هي سبب اشمعنى بس لما تيجي تنفض بيبدأ يحصل لها هذه الأعراض اللي هي بتبدأ تكح كتير جدا ومش بتقدر تاخد نفسها. قال لها بصي يا ست الكل، انت تقريبا كده جاي التراب اللي انت بتنفضيه دوت، قال لك ان بيكون في حشرة تسمى اللي هو عبارة عن ديرما فاجوديتس. يا عم ايه يا دكتور انت بتقولي ده؟ مش فاهم منك حاجه. بصي يا ست الكل، انت دلوقتي لما تنفضي او بتعملي بيبقى فيه تراب. قالت له اه. التراب ده بيكون فيه حشره معينه، الحشره طبعا ده عن تراب وحشره، فبالتالي هي حشره صغيره جدا مش بتشوفها بالعين المجرده، بتبدا ان هو تخش اللي هو الريسبيراتور تاكت بتاعتك. فلما بالتالي لما بتبدا تخش هي بتبدا تعمل ريتيشن بقى في اللي هو عباره عن الريسبيراتور تاكت بتاعتك، ممكن تعمل مثلا في الابر ريسبيراتور تاكت، فبالتالي بيكون الاعراض بتاعتك مجرد بس بتعطسي مثلا، مجرد بس كحي، او مثلا مجرد ايه عم بقى بكح طبعا والعطس الكتير بيبدا ان هو النوز بتبدا ان هو تفرد بقى اللي هو السائل بيخرج منها ده، بتعمل حاجه اسمها راني نوز. وطبعا من نتيجه احنا عارفين طبعا اي كحه او عطس كتير كتير جدا بيسبب ان هو العين تقعد بقى اللي هو تدمع وما الى ذلك. فقالت له ايه عنا عاوز ايه دكتور بقى؟ قالت له ام قال لها ان انت دلوقتي السبب بتاعتك ده كله ان هو بسبب التراب اللي انت لما تيجي تنفضي او مثلا بتيجي تكنسي هو ده اللي سبب في المشكله دي كلها. فبالتالي قلت له طب خلاص انا اعالج ازاي يا دكتور؟ قال لها بصي انت السبب بالظبط مش عارفه اعالجه، ولكن ممكن اعالج الاعراض اللي بتظهر عليك. يعني مثلا انت بتيجي لك كحه كتير، او مثلا بيبدا ان هو بتحس ان انت مش عارفه تنفسي، الله قوي. فمثلا هبدا ان انا اوقف شويه او اقلل من الانفلاميشن اللي بتحصل مثلا في البرونكاي اللي هو بيحصل لها ازمه، اللي هو طبعا احنا عارفين لما مثلا مش عارفه تتنفس ممكن اسبابها ان هو الازمه. فبالتالي دلوقتي هبدا اعالج الازمه اللي حصلت لك دي نتيجه هذا الايرث برود، يعني اديكي مثلا كورتيزون، اديكي بسم الله الرحمن الرحيم انتي هيستامين دراج وما الى ذلك. يعني الخلاصه كلها هو قال لها انا اعالج لك الاعراض مش اعالج لك السبب بس. طب يا دكتور انا تنين همشي دايما على الادويه دي والحاجات دي كلها؟ قال لك لا. بصي يا ستي، مش انت دلوقتي انت بتستنشقي هذا التراب فبالتالي بتتعبي؟ قالت له اه. فخلاص ابدا اعمل اول حاجه عندي ايه، البسي مثلا ماسك وانت بتيجي تكنسي وما الى ذلك بحيث التراب ده ما يخشش اللي هو الريسبيراتور تاكت بتاعتك. تاني حاجه عندنا مثلا انت عندك اللي هو هذه الحشره بتحب الرطوبه، فبالتالي انت ابداي قللي الرطوبه اللي عندك، وليكن مثلا على الاقل على الاقل قلليهم اقل من 50%. تالت حاجه عندنا مثلا السجاد يا ستي اللي بيجيب تراب كتير، لا غيري يا ستي بسجاد ما بيجيبش تراب كتير، بحسه ان هو ما ياثرش عليك اكتر كده. يعني عن طريق الهيستوري اللي انا عماله اقول لك دي كلها كده انا خلصت تقريبا البرازات اللي عندنا. اول حاجه البرازات طبعا هتواجه كل ست الكل في قاعده في البيت بتبدا تنظف او بتبدا ان هي تكنس وما الى ذلك. فبالتالي هذا البرازات او هذا الارث برود عموما بيكون ايه عم بقى، بيكون حاجه منتشره حول العالم، يعني مش مقتصر في مكان معين. فبنسميها حاجه اسمها كومو بلوت. يعني ايه كومو بلوت؟ يعني منتشره حول العالم. تاني حاجه احنا لسه قايلين من شويه ان ده ارث برود، والارث برود ده بيكون صغيره جدا لدرجه ان هي اصلا ما بنشوفهاش بين حبات التراب وبعضها، فبنسميها ميني ايرث برود. ذات ار يعني بقى هي مجرد صغيره جدا بتتقاس بالمايكرون اصلا. تمام. قال لك تمام. وبعدين قال لك ماشي يا سيدي، انت لسه قايل من شويه ان هذه البرازات في الاول خالص قلت لك ركز في ايه، ان هي سترونج اندمندنت وومن، فبالتالي ان هي سترونج اندمندنت يعني بتبدا تعيش مستقله. بيقول لك ان هذه البرازات يا عم بتبدا ان هو فري ليفنج، بتعيش لوحدها كده، مش بتتطفل دائما على انسانه ولا حاجه ولا الحاجات دي كلها، لا هي بتعيش حره كاسي، مجرد بس بتتغذى على ان حاجات ان هي بيكون فيها رطوبه، وكذلك ان هي بيكون بقايا المواد العضويه مثلا الشعر، مثلا السكن، مثلا الفيزر اللي هو عباره عن الصوف والفايبر وما الى ذلك يا سيدي، الريش الفيزر عذرا يعني اللي هي عباره عن الريش. تمام. قال لك تمام. فبالتالي دلوقتي لما البرازات دي طبعا لما تخش عمال يكح كتير، يعطس، عينيه تدمع، ما اعرفش ايه، فطبعا دي كلها من اعراض ان الست دي عندها الرجي، يعني عندها حساسيه من التراب. فبالتالي حساسيه من التراب فسمينا المرض ده اسمه ايه، حاجه اسمها هاوس داست الرجي. عشان كده سمينا الاسم التاني لهذه البرازات اللي سميناها هاوس داست مايت. يعني هي ايه؟ هي عباره عن نوع من ارث برود اسمه مايت. قال لك هاوس داست يعني هي بتكون التراب الموجود في المنازل عادي خالص هو اللي بيسبب هذا الالرجي. قال لك ماشي. يعني بقول لك يا عم بقى لما تبدا تاخد هذا الداست بيكون طبعا جواه هذا الارث برود، فبالتالي بيبدا ان هو
هو يعمل ايه؟ allergic condition. allergic condition ده سمينا المرض اسمه ايه؟ هاوس داست allergy. باب الاعراض بتاعتها عباره عن ايه؟ اول حاجه عندنا راني نوز او بنسميها ستافي نوز، اللي هو في اللي هو عباره عن السائل اللي بيخرج من المناخير ده كتير، وبيعمل بتاع تس كتير، تعمل كوفنج وعينها بتدمع. قالك في حالات خطيره جدا مش بتخليها ان هي تقدر تتنفس. قالك في حالات الهايبر سنسيتيفيتي، الحساسيه عندها حساسيه عاليه جدا من هذه الارث برود. قالك بتقول لك يعني بقى بيعمل الاكيوت اتاك من برونكو الازمه، بتبدا نوع برونكاي يحصل لها برونكو بسمح لنا نقول استركشن بشكل كبير جدا، لدرجه ان هي مش عارفه تتنفس، بيحصل لها ويزنج كده، بيبدا يطلع منها صوت كده وشورتنس في هذا البريس، مش بتقدر ان هي تتنفس. طب الدكتور دلوقتي هل عن طريق ان هو ياخد الهيستوري منها كده هياكد ان الشخص ديت او الست دي عندها هذا الارث برود؟ قال لك لا، لازم يقوم ببعض التحاليل. قال لك التحليل هيقوم بهذا الدكتور بيسميناه سكين بريك تيست. يعني ايه؟ يعني هيبدا يعمل اختبار حساسيه كده في الجلد، سميناه اسمه اللي هو سكين بريك، فبالتالي هنركز فيه جدا لان يكون موضع ام سي كيو بشكل كبير. قال لك هنبدا نتكلم، احنا عارفين طبعا اتكلمنا عنه في المايكرو بشكل كبير جدا، بس النبذه عنه يعني ببدا ان انا ابدا في جزء من الجلد كده اعلم بسمح لي اعلم علامه معينه، هعمل عليها حوالي دايره مثلا، وابدا ان انا ادي هذا في الاسكان بتاعت هذه المريضه، ابدا ان انا ادي لها هذا الانتيجين. فبالتالي لو حصل رياكشن معنى كده ان عندها هذا الارث برود، ما حصلش رياكشن تبقى ما عندهاش هذا الارث برود، فبالتالي دلوقتي هيبدا يعالجها بعلاج تاني. فبالتالي بسمح لي نكتشف مثلا وليكن ان هذه الست عندها مثلا هذه الارث برود، اعالج ايه؟ لسه قدامي من شويه مش بقدر اعالج هذا الاعراض، مش بقدر اعالج هذه البراسات بعينها المجرده، لا انا بعالج ايه؟ بعالج الاعراض اللي تظهر معاها. باب البروسيس ذات نفسها هتجنبها، هتجنبها ازاي؟ اول حاجه تلبس ماسك ما تيجي مثلا تكنس، او مثلا بتيجي تنفض السجاد وما الى ذلك. تاني حاجه عندنا ببدا مثلا السجاد اللي بيلم تراب والستاير والحاجات دي كلها هبدا ان انا اشيلها واستبدلها بحاجه ثانيه. قالك برضو لو انت مثلا في منطقه فيها رطوبه عاليه، فبالتالي احاول على قد ما اقدر ان انا اقلل من الرطوبه بتوع معينه، مش مهم يعني، اهم حاجه عندنا نعرف احنا لازم نقلل من هذه الرطوبه. اقل من كام؟ اقل من 50%. تالت حاجه عندنا استخدمي حاجه مش بتلم تراب يا ستي، حاجه تسمى ايه؟ مايت بروف، يعني يعني مضاده لهذا المايتيشن، ضد هذا الارث برود، بحسه ان هي ما تلمش هذا الارث برود بشكل كبير، بحسه ان هو ما يحصلهاش هذا الارث. وكده الحمد لله بيكون خلصنا الارث برود، الارث برود واللي هو تريماتويد اللي احنا اتكلمنا عنهم في المحاضره الاولى، وكده خلصنا الحمد لله المحاضره الاولى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.